وإذا اجت لصالحنا أكيد في تغيير معين راح يكون على صعيد النقابة، أنه يكون في عندها دور أبرز تهتم بالمهندسين، تهتم بالمهنة، تهتم بالقوانين، بتعود السلامة العامة. هذا الشيء بينقصنا أكثر من تجميع المصاري بس. وعود أطلقها نقيب المهندسين إليب صيبس العضو في قطاع المهندسين في التيار الوطني الحر قبل انتخابه بساعات، وكررها عبر مؤتمراته الصحفية متحدثا عن مخالفات وفساد في الإدارة. فما الجديد الذي حققه النقيب بصيبس بعد مضي سنة على تسلمه مهامه؟ يبدو أن حالة التباين الحاد بين فريق 8 أذار المنتمي إليه النقيب و14 أذار تسيطر على النقابة. هذا ما أكده أحد أعضائها الذي كشف أن بصيبس طرح خلال سنة سلسلة أمور تتعلق بتلزيمات وصفقات، أبرزها تعديل تلزيم إنشاء مركزين للنقابة في زحل والنبطية، والذي أبرم إبان حقبة النقيب السابق بلال العلايلي على أسس مالية ومهنية وفنية واضحة، ليعاد تلزيمها مرة جديدة وللمتعهدين ذاتهم لكن بأسعار مضاعفة. وفي التفاصيل أنه كان قد تم تلزيم مركز صيدا إلى شركة البنيان بمليون وستمائة واحد وأربعين ألف وتسعمائة وسبع دولارات، لترتفع قيمة التلزيم المالية في حقبة بصيبس إلى ثلاثة ملايين وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة واثنين وأربعين دولار، أي بزيادة مليونين وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة واثنين وأربعين دولارا، علما أنه لم يتم إجراء أي تعديل على المساحة والخرائط والشرفات. أما مركز النبطية فكان التلزيم قد رسى على شركة يامن بمبلغ 881,030 دولار، ليعود ويرتفع في حقبة بصيبس إلى مليونين و147,491 دولار، أي بزيادة مليون و147,491 دولار. وفي مجال آخر كشفت مصادر خاصة بنقابة المهندسين عن سعي لصفقة تلزيم عملية التدقيق المالي إلى شركة خاصة للفريق المهيمن على النقابة في سابقة خطيرة تبدأ بفسخ العقد الموقع مع شركة التأمين الحالية والساري المفعول حتى حزيران 2013، حيث تقدم أمين المال المدعوم من بصيبس بتقرير يدفع في اتجاه أن تتعاقد النقابة مع شركة تدقيق جديدة لدراسة واقع الصندوق ومستقبله وشراء برنامج سوفتوير لهذا الصندوق تبلغ قيمته 250 ألف دولار، الأمر الذي رفضه مجلس النقابة في جلسته بتاريخ 19/1/2012 بعدما اعترض أربعة أعضاء تابعين لـ14 أذر باعتبار أن فريقا متخصصا موجودا منذ أكثر من عشرة أعوام في النقابة وبإمكانه القيام بهذه المهمة. ولمزيد من الاستضاحة حول حقيقة ما يجري، أجرت الام تي في اتصالا بالنقيب بصيبس لكنه رفض التعليق على الموضوع، تاركا الكثير من علامات الاستفهام مبهمة، خصوصا بعد الكلام عن عملية تزوير كبرى تجري تحضيرا للانتخابات الفرعية في نقابة المهندسين في 4 أذار المقبل.